امال انا اقول ايه؟ كان نفسي اكون عظيمه، كان نفسي اكون اخت كبيره لاخواتي، خلي بالي منهم وما خليش اي حد فيهم يعمل اي حاجه غلط. اقول له ايه؟ اقول له عقدي طلعت على عقلي وغطت عليه وخلتني انسى كل حاجه حواليا، انسى اني قبل ما بلمهم حواليا عشان احميهم بحمي نفسي. مش انتي لوحدك وحشه يا عمتي، كلنا كنا وحشين. الا هو كنت دايما اشوفه الاقيه قاعد في زاويه لوحده حاطط ايده على خده ومهموم، لكن عمري ما سالت نفسي ايه سبب الهم ده. كنت دايما الاقيه بيبص على كل واحده فينا وعينيه مليانه دموع، لكن عمري ما سالت هي يعني بتلمع ليه. نسي احلامه ورغباته، نسي حتى نفسه. حبه لينا وخوفه علينا كان أكتر من خوفه من الموت. كان خايف علينا لدرجة كان عايز يبني حوالينا سور عشان محدش يقدر يوصل لنا. كل ده كان بيحس بيه وإحنا ما حسيناش بأي حاجة.